السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب أينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم الخميس يا شباب 12/1/23، سبحان الله صار 12 الشهر، يعني راحت السنة ما ظل منها غير 11 شهر وش قد 18 يوم وتخلص. اللهم صل على محمد. احنا الان بسوق الحلال في مدينة معرة مصرين. الان بعد الفيديو هذا انتظروا منا فيديو بسوق الدانة ان شاء الله. الصلاة والسلام على رسول الله. هاي بقرة لحم. قيمة لحم؟ قيمة لحم. نعم. هذا عم يشتغل الصوت. نعم. عم يعطينا 700 دولار. انباعت ب 700 دولار. على راسي يا ابو سطيف. الله يجزيك الخير. الله يجزيك الخير عمي ابو سطيف. ايش قصتكم كلكم ابو سطيف؟ كل هالسوق ابو سطيف يا زلمه. عسلني. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على في بيازير يا شباب السوق، في بيازير ما شاء الله. رقم 35. ايه غلقني. تطلع يا رب حق. على كيف 35 والله اتمنى شنال 10 35 تطلع يا رب حق. ايش شلونك عمي بصطف؟ شو اخبارك؟ اللهم صل على محمد. هذه البضاعة لك؟ ما شاء الله تبارك الله. ايش قد قام تطلبوا بالعجل؟ والله لسه ما دفعونا يا ابو. توك نزلتن يعني؟ اي والله. اللهم صل على محمد. ايش قد تعطين وزن عمي بصطف؟ ايش قد تعطين وزن؟ والله بكافي. اللهم صل على محمد. الجوز ب 700؟ ايوه. اي نعم. 350 350. لا الواحد 700. الواحد ترى اهبلتني يعني. حبيبي ابو سطيف الله يجزيك خير. اي نعم. ما صار بيندفع لسه. شلون حركه السوق عمي ابو سطيف؟ على النواحي كلها. اي نعم. بس على اللحم بيري. اي نعم. ايش قد قام ينباع اللحم اليوم؟ 3 إلا ربع. اللهم صل على محمد. 3 ب7. 3؟ اي ب7 و15. اللهم صل على محمد. واخذت واحد ب7.5 فيجن، اخذت منه عجل فيجن. يعني 7 و15 وقفوا علي. اي نعم. اللهم صل على محمد. ايش قد تعطين وزن عمي؟ ما شاء الله تبارك الله. 260 كيلو. اي نعم. اللهم صل على محمد. 260. اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله. وجهه السوق كويسه عمي بالصيف؟ ها اي نعم. اللحم بارد. في برود على اللحم؟ اللحم بارد. اي بس الخامي عليه طلب. انت قراي والحجويس؟ لا انا من ملس. في شبه بينه وبين حجويس على راسي عمي. الله يجزيك الخير. الله يبارك. انتم جماعه ادلب هي كلكم ما شاء الله عيونكم حلوه يا اخي. الله يبارك فيك عمي. الله يبارك فيك. علي الحج رمو كيفك؟ شو اخبارك؟ اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله. اين ايه بضاعه كويسه. هذا الماني. الماني هذا. الصلاه والسلام على رسول الله. ما شاء الله تبارك الله. هذا بازار عند عمنا حجي احمد الحريري ابو صبوح. اللهم صل على محمد. ان شاء الله تبارك. يا عمار والله البيازير شغاله بالسوق. الشباب مقبول، السوق مقبول الحمد لله. بيع ومشترى البازار على هاي البضاعه يعني. اللهم صل على محمد. السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. محمد هاي عجلتها وراها ما شاء الله. ايه انت ايه؟
شاء الله ما شاء الله بقرة طيبة والله. وين راح عمنا أبو صبوح ذاك؟ الله يسعد صباحك أبو صبوح ومتصبحين بيك وخير إن شاء الله دائما وأبدا. الله يسعدك. قد قام تطلبوا هالحلوة هاي ما شاء الله؟ نعم اللهم صل على اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ما شاء الله تبارك الله. هاي البضاعة لك عمي ابو صبوح مو؟ ما شاء الله تبارك الله. ايش قد حليباتها يا عمي ابو صبوح؟ والله صار 20. اي نعم اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله. بضاعة زينة والله شكلها زين يعني ثوبها زين. الصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله تبارك الله. بازار على المرتاح، البازار صاير على المرتاح. اللهم صل وسلم على 35 كيلو عمي وصبوه. ايوه نعم الكفاله دفعني. الكفاله اي نعم وراها عجل ديلا فرجيك نعم. هي اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله. هاي العظيم اللي بيشتري منه البقره جايب 500 دولار بيروي من مرتاح. والله العظيم ابو صبوح ملك بالسوق. ما شاء الله ايه ما شاء الله تبارك الله. يبين اللهم صل على اللهم صل على ما شاء الله تبارك الله. بضاعه طيبه عمي ابو صبوح. ما صار بيها دفع اليوم عمي ابو صبوح؟ نعم. ايش قد طالب بيها ما شاء الله؟ 2.5. نعم اللهم صل على محمد. هاي كمان الصلاة والسلام. أنا وراها عجل. وراها العجل هذاك مو؟ اللهم صل على محمد. وهاي 800 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وهاي بكيري كمان أوبط مدمر طولها في أحسن من اللهم صل على محمد. وراها عجل مو؟ يا لا عجل وراها عجل. نعم اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله خشانة وارتفاع وشكل. أسبوع أسبوع من ولدت. اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله الصلاة والسلام الصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله تبارك ما شاء الله تبارك الله. خلت بين عمي الصلاة والسلام على رسول الله. شيء طيب والله يا عمي مصبر. اللهم صل وسلم على نبينا. ان شاء الله بضاعة طيبة. اللهم صل وسلم على نبينا. ما شاء الله بنوية وراها عجل عمره أسبوع يا شباب. الصلاة والسلام على رسول الله. يرزقك يا أبو صبوح. الله يرزقك بضاعة طيبة والله. عمي أبو صبوح ايش قد طالب بيها يا الحلوة هاي؟ 2500 دولار. اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك. هاي السويسري صورتها. نعم هي البيضة. اللهم صل على محمد الصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله تبارك ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن. الصلاة والسلام على رسول الله. بضاعة طيبة والله عمي صبوح. ايش قد عمر عجلها؟ شي شهر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وراها عجلة. اللهم صل على محمد. بضاعة طيبة والله. الصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني اسعار ابو صبوح بدك تحكي بال 2500 يعني بضاعات شيء نظيف وشيء طيب يعني مشهود له بالسوق يا شباب. بس في ناس تاخذ من عند عمنا ابو صبوح وما تعرف ما يعرف يداريها يرجع حليب لورا يقول لك والله مثلا في شيء. لا انت بدك تعرف الدار البضاعه اللي تاخذها يعني ابو صبوح لما تشوف شلون يداري شلون يشتغل. نعم اللهم صل على محمد الله يرزقه. هذا ابو عدي الورد شلونك اخبارك ان شاء الله بخير. شكرا على كاسه الشاي حبيبي والله. هذا عجل ولا عجله؟ هاي عجله. ايش قد قام تطلب بيها؟ 325 دولار. والله بضاعه نظيفه اندفع بيها شيء صار بيها دفع؟ ما شاء الله بضاعه حلوه يا شباب. وهاي الثانيه اللي وراها؟ مش عمر 4.5 وما صار بيها دفع. ليش ما عم يصير دفع اليوم يعني شو القصه؟ هادي الاسواق. وهذا العجله صغيرونه هاي الكوش
ايه يلا شوفني مع الميتك 200 دولار تحل. اللهم صل على محمد. يعني هاي الاسعار قريبه. لا معلم معلم تجي لعندي اعطيك الشهاده مختومه. لكن ان شاء الله الله يسعد صباحك. اللهم صل على محمد. ايش البضاعات الحلوه هاي ابو حمود؟ ما شاء الله تبارك الله. هولشتاين. اللهم صل على محمد. ايش قد قام تطلب بيها ابو حمود؟ 350. ما صار لك بيها دفع اليوم؟ نعم. اللهم صل على محمد. اهلين مجود. ايوه طبعا الواحد جاي ده يترزق يعني. بضاعه نظيفه والله وقفتها حلوه. اي نعم. تعال مجود اطلع لنا على الشاشه خلينا نشوفك. المشاهدين يسالون عنك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بضاعه حلوه والله يا ابو حمود. يعني هاي المجود شلونك مجود؟ الحمد لله على سلامتك. لا باس عليك طهور ان شاء الله. شلون ايش قد قام تطلب بيها هاي الحلوه؟ هاي 4.5. اللهم صل على محمد. ما صار بيها دفع؟ نعم ما شاء الله تبارك الله. شو صار لك كم يوم مرضان؟ شو قصتك؟ شو بي عشقان يعني؟ ما بدك تتزوج ولا شغلتك مطوله يعني؟ ضاع حلو والله ما شاء الله. ضاع حلو. اللهم صل على محمد. وقفتها حلوه وشكلها حلو. اللهم صل على محمد. موجوده عند اخونا مجد يا شباب. الصلاه والسلام على رسول الله. شوق ابو عدي حبيبي والله. انا بيك. شوق عمي ابو حسان. شو بيكم البقره مالكم؟ حسب العاده هادين. البقرة عادة هادين وبالهم طويل. شو اليوم لكم ضجة؟ اللهم صل على محمد. البازار اهل البكير هاي يا شيخ. على هاي البضاعة البازار. الصلاة والسلام على رسول الله. ايش قد قام تقول عمي ابو حسان؟ ايش قد قام تقول؟ البكير هاي عم تطلع 8 وربع. عم توصلها بتسعة. عشار؟ 25 يوم. اي نعم. اللهم صل على محمد. الله يرحمك. يريحك من هين؟ يا ابو ريحني والله. ابو حسان ابو ريحني اكثر. ابو حسان من عند ابنه. نعم. بضاعة 25 كيلو 25 يوم. الصلاة والسلام على رسول الله. بكيرة أول بطن بها ضعف شوي 825 دولار. اللهم صل. عشرة ايش قد عمي أبو حسان؟ 25 كيلو حليب فيها 12 كيلو حليب. أي نعم. 25 يوم عشر. نعم بداية عشر شهر يعني. بداية عشر. نعم. عند ابن عمي. اللهم صل على محمد. عد دفتر. اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله. شلونك يا ذيب؟ اللهم صل على محمد. بكيرة حلوة. ما شاء الله تبارك الله. الصلاة والسلام على رسول الله. بكيرة أول بطن جابت عند ابن عمي والله. أول بطن جابت عند ابن عمي. أول بطن. جابت عجل. أنا أجيب الحرامي. أخوك أبو عبده جابت. ما يبغى بيه. ما زال البازار شغال. اهلا وسهلا. سنه 9 ابو عمار لو بربع وبثمانية ما جبت له الطاوله. ما كان جبت له الطاوله. هذاك العيب عمي ابو حسين. مالي يا شباب عمار مالي. والله قسم بالله علي اللي بنزل. هاي بعمدي والله عمار. لا ما في حد. ايه هذا هذا. زمان. ايه بعدين. مريم لون. هاي البضاعة يا شباب العلية البازر وصلت 825 دولار بكيرة أول بطن عشار أقل من شهر. يقول لك بيها حليب يعني ما ماني جايب عالم. لا اللهم صل على محمد. وبيها ضعيفة شوي يعني مهي هالسمين وصحتها مبينة يعني. الصلاة والسلام على رسول الله. عمي ابو حسان هاي ثاني بطن ولا اول؟ اول بطن. اول بطن. الا ما جابت غير عجل عند عمي. اي نعم. اولاده عندنا. اي نعم. اللهم صل. اول بطن. سوق دهب. دهب. ان شاء الله ان شاء الله. 500 دولار. اي والله. انتظرونا بسوق الدانة يا شباب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سوق البقرة اليوم زين في بيع ومشترى وفي حركة يا شباب ما شاء الله تبارك الله. صحيح اللحم مو غليان والكذا لكن بيبيع ومشترى. البضاعة الناعمة ما توقف ما شاء الله. بيازير وين ما تروح بيازير. انتظرونا الآن صوركم سوق الدانة كامل.